أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الرياض تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر أكثر من 60 عام، تعاني من مرض السكر والقلب. قبل سنوات تقول كانت حامل بتوأم وأسقطت في الشهر الخامس، وقد كانت تقول في ذلك اليوم تقوم بأعمال البيت من جمع الحطب وغير ذلك، علما بأن تقول عملي هذا كان يوميا ولم يكن فقط في ذلك اليوم الذي أسقطت فيه. السؤال: هل علي كفارة؟ تقول علما بأنني لا أستطيع الصيام نظرا لمرضي وكبر سني، أفيدوني يا شيخ. إذا كان العمل عاديا تقوم به عاديا فليس عليها شيء، أما إذا كان العمل خارجا عن العادة وفيه مشقة زائدة عن العادة وترتب عليه سقوط الحمل الذي يبلغ 4 أشهر فأكثر، فعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين.